البدون. سبحان من خلق الأشياء وقدرها، ومن يجود على العاصي فيستره، يخفي القبيح ويبدي كل صالحة، ويغمر العبد إحسانا ويشكره، ويغفر الذنب للعبد إذا أناب وبالغفران يجبره، ومن يلوذ به في دفع نائبة يعطيه من فضله عزا وينصره. سبحانك ربي أنت أكبر من أن يحيط بكنهك المتفكر، حار اللبيب وزاغ عنك المبصر، ورمى فأخطأ سهمه المتدبر، فكيف يحيط بك يا إلهي عقل أنت خلقته، أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته، أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته. عجبا للأقدام كيف سعت إلى غير رضاك، بل عجبا للألسن كيف شكرت من لا يقدر على شيء لولاك. يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. يصلي الله رب العرش عشرة على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما. فما أحلى الصلاة على محمد، شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. صلى الإله بذاته يا طه وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين ووحيه، كل ترنم حاملا بشراها، والكون صلى على الحبيب مسلما، نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها، يا رب فاختم بالحياة صلاتنا واجعل لها في جنة مثواها. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعيون. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول، يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا رسول الله أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء، أنى تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء، فلطالما ألقى جبينك في الثرى عرقا تفوح بمسكه الغبراء. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هو الشفيع مقامه محمود، ولواؤه بيد العلا معقود، فإذا توافدت للحساب وفود قالوا تقدم بالأنام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقوم بالباب العلي ويسجد، ويقول يا مولاي آن الموعد، فيجاب قل يسمع إليك محمد،
ونريك منا نظرة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذا اليوم الطيب المبارك، في ليلة تكريم والدة الحاج مرتضى أحمد عبد المجيد وعمة الحاج فاضل متولي، في هذه الليلة الطيبة وفي هذا اليوم الطيب المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل آية تقرأ في هذا المكان في ميزان حسناتها وفي ميزان حسناتكم جميعا، وأسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأسأله سبحانه أن يسقيها من حوض نبينا شربة لا تظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا معها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نحن في رحاب علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، إنه فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. والدكتور عبد الناصر حرك قارئ يجول صوته في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، قارئ ملقب بألقاب كثيرة لا نتحدث عنها فكلكم يعرفون ألقابه، لكنه قارئ يتميز بأنه ملك المقامات، أي يمتلك المقامات وينتقل من مقام إلى آخر بنغم طيب وأداء وإحساس عالٍ. فأسأل الله له التوفيق والسداد في هذه الليلة. القرآن الكريم تلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها لتعيش حياة النور والإيمان. فيا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك، من يا ترى قرأ الكتاب مجودا يشدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول سورة سبع المثاني لا نظير لذاك، والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. مع فضيلة العلم الدكتور عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو. وأمر بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك
لك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ Thank you.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. قل إن
قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فينا جميعا يا رب بينا شوي وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك واذكر ربك واذكر
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وسجدت المخلوقات لعظمته، ووهبنا سماع القرآن الكريم من قارئ الشباب الأول، والشكر على نعمته، وأجاب دعاء المضطرين برحمته. رجوته بأن يهبكم من هذا المساء بهجته، ومن الإيمان أعلى درجته، ويدخلكم جميعا وفقيدتنا وشيخنا أعلى مراتب جنته. اللهم آمين. ونحن وأنتم الله تقبل منا جميعا إن شاء الله. حاضر. فاتقوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. غبنا عليكم قوي كده، غبنا عليكم قوي. ثلاث سنين منتظرين، خليك في الجو العالي على طول. ما ينفعش عالي على طول. ينفع عالي على طول. نسأل حق بقى قدام الله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الله عليك.
ان شاء الله. وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، حقا لهم درجات، حقا
كلهم درجات عند ربهم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين من صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الله يبارك لك ويريد الله أن يحق الحق بكلماته
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى و
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله حكيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها المستمع الكريم عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على ما سمح حضرتكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرج قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون والعالم العربي كله. الهندسة الصوتية إدارة الحاج حسن العناني المقيم بالزريقي. أما الفراشة الحديثة ومحطات الديزل الضخمة ومقدم واجب الضيافة إدارة الحاج مدحت حواس بن الجاي. وشكر الله سعيكم جميعا.